نتاك انت شو نداء يرحم والديكم للسلط ولا المولى الدار ما نتيجي راك حل هذاك اش حاجه وهي متروكه دار مسكر هي الدار. متروكه فهمني حتى اذا كان يسمعوني يجي وبرا شكون مالها نتا شكون مالها في تونس فهمني مالها دار السقه ايه دار السقه في تونس هذه بيجي متروكه معناتها احنا تو متواجدين في ناج القصبه بجنب يعني كوش دير النمسا القديمه صحيت فهمت وين يعني كتاب اسم نتاعنا هذايا القصبه كتاب القصبة ست اسمه مقابل كوش الدحس حاسبه كوش الدحس فهمني كتاب سيدي سليمان عطيك الساعة الله وفيكم يرحم والديكم فهمني كان نداء هذا راهو من نقول ديما نتوقعوا الخير وكل شيء احنا صوتك تنوصلوه وان شاء الله ما لا يسمعوك ويجيو يرموها على الاقل كما قلتي بالحق انا مشقوقه برشا فهمت وفما برشا تلابيس قاعد طايح ظهر تاع حاجه تحت فهمت الله حاجه معناتها ظهر سي صبري كما نقولوا فيها ربي ان شاء الله المنع خير وان شاء الله لاباس وان شاء الله صوتكم فيكم يرحم والديكم فهمني وانا بلغت صوتي فهمتي وربي ينصرنا على الخير وكا وبرك ان شاء الله يعطيك الصحه وبارك الله فيك وربي يبارك فيك شكرا.